السلام عليكم، مرحب فيكم في الحلقة الخامسة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. إذا ما أنت مشترك اشترك في القناة وحط لايك للفيديو. الحلقة اللي راحت وصلنا للكنيسة، بس الكنيسة مغلقة وتحتاج مفتاح. النهاية وصلنا إلى مزرعة الأسماك وإلى البحيرة وقاتلنا وهزمنا وحش البحيرة إل ديلاغو. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل اللعبة. كبشوا الفداء، ستنعم بقوة الطفيليات المقدسة الخاصة بنا. سيبدأ هذا الآن. In my holy blessing, ها؟ بركة المقدسة. Leon, you can do it. كابوس يا ليان، ما اتوقع انك كابوس. طبعا خليت ليان يلبس نظارة شمسية، شكله كول اكثر. Look at him. ممتاز مو؟ هيا بنا نكمل المسيرة. بوم. كوندور 1. كوندور 1 to roost. Do you read me? كوندور 1. You've been radio silent for 3 hours. غاب عن الوعي 3 ساعات مرة واحدة. فكرت انا دقيقة دقيقتين. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. شكرا. الفصل الرابع. قبعة الشرطي اللي رموه في البحيرة. يجب العثور على مفتاح الكنيسة. Not a problem. A barista? What are you talking about, my dudes? اوكي، ما عندنا جرين هيرب عشان نسوي دمج، مو مشكلة. ابريسا طبعا الحين بيظهر اللاس بلاجس، لان الان الوقت الليل وما في شمس. هلو اوتش. some kind of shrine. ضريح. same mark from the church. يقولك نفس العلامة اللي في الكنيسة، يعني هذا هو المفتاح. it's the lake. اها، هذا موقع، هذا موقع يبغون نروح نروحهم. طبعا نحتاج ان نرجع نستكشف البحيرة. اوه، هذا مفتاح ضريح طريق قديم. اوكي، هذا المفتاح اللي نحتاجه في الصناديق اللي نشوفه، اللي شفناه يمكن 3 أو 4 منها. يحضر احد بيضة ذهبية نادرة. اوكي، الحين عندنا نروح للبحيرة اولا او نروح يسار اولا. اوه، خلينا نروح يسار اولا. اتوقع نحصل واحد من الرؤوس هنا. نايس. كيف انت الحين عايش؟ نايس نايس. ايش
Not nice. Don't you transform. Hello. صدقني ضغط الباري يا حيوان. Get the hell out of here. Nice. Very, very nice. Nice. هذه علامة حق ال أو لحظة لحظة خلينا ناكل هالبيضة شوي. شكرا انك انتظرتني. هلا لا لا هلا لا sit down. قدنا لك sit down يا عمي. اوكي هذه العلامة الاولى. اوكي اوتش حيوان. Get the hell out of here. Yeah. من طلق علي رمى هذا؟ You are not serious. Mama. Nice, Leon. اقعد خلاص اقعد. اوكي كبير صغير. الحين الرمز الاخير. هذا هو اوكي. قبل لا ناخذه يمكن يهجم علي اعداء خلينا نشيك على شيء. هذا يس بابا بوم بام بام. رأس مرتد. اوكي كده خلصنا واخذنا الرأس الاول. الحين نروح نستكشف البحيرة. هذا فوق الجسر اللي جيت منه من بعد ما طلعت من الكنيسة او منطقة الكنيسة. ان ما حصلنا شيء في الكنيسة احنا او ما دخلنا الكنيسة اصلا احنا. كنز ممتاز. سوار فاخر. كنز الكساندرا. احتمال اني العب كل العاب ريزيدنت ايفل. أنا من زمان ما لعبتهم. أنا أعرف في مهمة هنا. دقيقة. في مهمة إنك تصيد أو تمسك سمكة حق التاجر. هل أنا حصلت لا ما حصلت قطعة سداسية حق اللغز. هذا من وين ما جينا هنا. هلو نايس. بس المشكلة ما عندي مساحة. فكده تمام. الحين نروح ناخذ مسدسنا الريد 9 من هالسفيه الحطام. هذا موجود هنا. اتوقع هنا. اي هنا. نايس. ناده نرسله الى المستودع نجيب مكانه الحلو هذا. نايس. الحين بندور على البحيرة ونستكشف حاجة حاجة. نروح لمزرعة السماء او مكان الدجاج عشان ناخذ البيضة الذهبية. طبعا البيضة الذهبية في كامل اللعبة في بيضتين.
لو أخذتهم وقاتلت الباص الأخير في مرحلة القلعة تقدر تقتله بالبيضتين بس، إذا ضربته بالبيضتين يموت. وين هي؟ وين هي؟ مفروض تكون هنا. أيوة، بيضة دجاجة ذهبية. طلنا بسرعة. نفس الشيء في باب مغلق في ثلاث علامات، يبغون نحصلهم ونفتح الباب. لحظة، أذكر في كنز هنا بعد. هذه العلامة الأولى ثلاثة خطوط. العلامة الثانية هذه، أوكي، صغير وكبير. ولينا العلامة الثالثة، أها، الثلاثية. تمام، الروح. لحظة، لا مو هذا، هذا هذا وهذا. نايس. اسمع، كنز ثاني، هذا الرأس المجدف. بس اني وحصلنا القطعة الثلاثية الأخيرة. very very good. اوه، هذا كنز ياقوت أحمر. كده بوم، خلصنا. بنرجع للكوخ اللي انخطف، اللي كان فيه موجود لويس يوم يقبض علينا الشيف ماندس. بنروح نشيك لا في شيء، وعنده صحيح المفتاح عشان افتح الباب، في البوابة والصندوق القديم بعد موجود هنا. اوكي، وصلنا. اوبراستيرو. نفتح هذا سريع سريع. بوم، عندنا هذا. بوم، شوار لؤلؤي. نروح للباب، خلينا نروح للكوخ. هو ده فليب. دو يو ثينك يو ار نو يور بلاي، زي ما قال كلوان. عرف ذا واي، موف. كوخ، وعلى طول اسمع صوت كنز. سمكة كبيرة صدناها. اوف، تضحية هذي. اوكي، وش عندنا هنا؟ مفتاح صغير. بوم برا بوم. خلينا نروح للكوخ الحين ونشوف اذا في شيء كان موجود تحت في مكان لويس. اذكر انا بيطلع لي كلاب هنا. هالو بوي. No. لحظة لحظة لحظة. Present for you. تعال. وينك؟ موت خلاص يا حبيبي. أذكر كأنه كان في درج هنا. أها، سبيكة ذهبية، ممتاز. خلينا نشيك مكان لويس، يمكن في شيء، لأن أنا ما قدرت أشيك يوم وصلت. كان في كاتسين، فيمكن كان في حاطين ايتم. لازم يحطوا ايتمات في هالاماكن اللي تصير فيها كاتسين.
انا ما اتوقع اللاعبين ما اغلب اللاعبين ما يرجعوا لهذا الاماكن. لحظه. خاتم بحجر كريم احمر. مذكرات رجل عجوز. ماتت ابنتي العزيزه منذ 3 سنوات بعد ما انجبت طفلا بفتره قصيره. كبر الولد كثيرا منذ ذاك الحين، انه طفل فضولي جدا ولديه تعطش حقيقي للمعرفه، حتى انه يحاول مرافقتي عندما اذهب للصيد. لا يمكن اشيح نظري عنه للحظه. يطلب مني دوما ان احكي له قصصا كلما تجولنا في الغابه. انه مولع بروايه دون كيخوتي. الولد ذكي وقوي الملاحظه رغم صغر سنه وحجمه. كان يمكن ان يصبح عالما لو لم يكن عالقا هنا. كنت احمق مستهترا، كنت واثقا اني قتلت ذلك الدب لكنه هاجمني رغم ذلك. استطعت العودة للكخلة لكن جرحي متورم وتغير لونه. لا أتحمل رؤية القلق على وجه الصبي. يتحرك جسدي من تلقاء نفسي وأسمع صوتا داخل رأسي. هل فقدت صوابي؟ لا يمكن أن أموت الآن وأترك الصبي مفردا. أرجو أن تحميه. يعني لا يكون هذا هذا الرجل الرجال يتكلم عن لويس، أن لويس حفيدة ممكن. أورايت، الحين خلونا نروح إلى مزرعة الأسماك عشان نحل اللغز اللي باحتمال يعطينا يمكن موارد او كنز. يمكن بوم بوم بوم. ايه هذا تمام وضعه. ايه بوم نايس بوم. واو حليته بسهولة. رمز فاسد. اوكي اعطانا كنز. ايه خلينا نرجع ونحط الرؤوس في التمثال عشان ناخذ مفتاح الكنيسة ونروح الكنيسة اخيرا وننقج آنسة أشلي. بوم نايس. بوم بوم. شعار الكنيسة. أوكي أخذناه. يلا روس تو كوندور 1. كوندور 1 تو روس. عكس كوندور 1 تو روس. copy that. now go get baby eagle. right. no time to chat. I'm going in. Condor 1 out. بيبي ايجل توجه الى الكنيسة. اوكي خلصنا من بيع وتعديل كل الاسلحة. طبعا اغلب الاسلحة بس الشات جن لاني احتمال ابيعه واشتري الشات جن اللي بيكون الجاي اللي بيكون متوفر في متجر الصياد مالي التاجر صياد، لان افضل على الشات جن الحالي. مصباح الفراشة. اوكي أنا وقت الإل جيجانتي. أنا شوي ما عندي أمو. أقدر أسوي بندقية لو أسوي. هنسوي بندقية زيادة. نايس. هيا بنا يا إل جيجانتي. شيت. غلوريا. لوك فوق. لوك فوق. لاس بلاغاس. غلوريا لاس بلاغاس. هلو. استخدم الهاند جان. اوف لحظة بس خلنا ناخذ كل شيء هنا. اهرب اهرب اهرب. ون منت. بوم بوم. نايس. اوكي اوكي هذه فرصتنا. اوف يا ابن الذين. اثبت مكانك. نايس. اوه جا صاحبنا. جا صاحبنا الوفي. كم اوفر هير. ها 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 ها.
دوغي كمان انتبه. اوكي ما صار في شيء، ما صار في شيء. الولد لحين. اوف Good boy, stay. Nice. And he's done. Easy والله, easy. Nice. Bada bum bum bum. God damn. That was almost a pancake. اي والله كنت قريب تصير بانكيك. Let's get to that church. قبل لا نروح الشرق خلنا ناخذ كل شيء يا ليون، ما تستعجل علينا. ما يحتاج نستخدم علاج. اذكر انه في شيء في مكان اللي طلع منه. البلور الازرق، سجل التربية، 6 أشهر نمت اسنانه للتو، لكنه يلتحم كل شيء في متناول يديه. ابتلع كلبا باكمله رغم انه لا يستطيع المشي بعد. 9 أشهر أصبح أكبر مني حجما بالفعل، لكنه يستمر في النمو. لم يعد بإمكان مقر البلدية احتوائه. 10 أشهر يستمر في النمو حتى بعد نقله إلى المحجر. يمكنه التهام بقرة كاملة في غضون 3 أيام فقط. 13 شهرا يمكنه التلويح بأكبر فأس لدينا كأنه غصن شجرة. كاد أحد الرجال في القرية أن يؤكل اليوم. لا يبدو أنه يحصل على ما يشبهه من الغذاء. لم يبقى سوى عدد قليل من الأبقار. الآن ستدور القرية بأكملها جوعا إن استمر هذا المنوال. طلبنا المساعدة من القلعة وجعلناهم يستخدمون تعويذة تجعل الوحش يغط في النوم لنأمل ألا يستيقظ لفترة طويلة. وين كلبي؟ هل نقول له شكرا؟ هلو. Thanks bud. Thanks bud. وين رحت؟ Thank you. Here we go. فتحنا الكنيسة. Ashley Graham. I'm here to help. إذا يمكن في أعداء يا ليان، ليش تصرخ كده؟ ايه فتح هذا فيه بس. شكله فيه شي ناقص. افتح صغير. قرص ازرق. خلينا نحل اللغز هذا. اتوقع كده كويس. الأخضر الآن كده كويس. الأزرق الآن لا كده مو كويس. كده كويس. إيزي. يلا يا أشلي وينش جايين حقش. أشلي. You in there? You in there Ashley? Ashley. Hello. Ashley. Ashley Graham? Ashley Graham, are you in here? Whoa. Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. S. Kennedy. قال ليش أنا جاي على أوامر الرئيس. أنت بنت الرئيس صح؟ المفروض عطوا تستانسي. Hey, it's dangerous outside. What is that? You need to listen to me. What is that? Over there? جايين حقش. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pursue them. Off, هذا يقول ليهم. The last lambs are escaping. Yes. Perseguirles. Deliver unto them. Salvation. Salvation. We need to get out of here, Leon.
اوكي وصلنا الى نهايه الحلقه الخامسه من تختيم لعبه Resident Evil 4 Remake. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، ولو ما انتم مشتركين في القناه اشتركوا، وان شاء الله بشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.